شوفوا على المنظر، هذا حلو بالتفاحة كتير فظيع، كتير لذيذ. العجينة كتير مقرمشة، الشترودل ابونيشيمو كتير 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 طيب. بونجورنو توتي، بونجورنو يا ولدي، بونجورنو لكل عربي وين ما كنت. مثل ما كنتم شايفين على الطاولة اليوم رح نعمل حلوة كتير شعبي، محبوب كتير بإيطاليا، مشهور بالأخص بمناطق جبال على حدود النمسا، اسمه شترودل. شترودل معناتها ملفوف، شيء ملفوف. طبعا هلا خلال الوصفة بتعرفوا كيف سويناه وبتعرفوا ليش اسمه شترودل أو ملفوف. الحلو من أصل هنغاري، انشهر بالنمسا ومشان هيك على طول اسم ألماني شترودل، بس كحلو صار معترف عليه كحلو شعبي إيطالي، محبوب كتير من الإيطاليين، كل المطاعم ومحلات الحلويات بتسويه. أنا اليوم رح أقدم لكم طريقتي لعمل شترودل، تابعوني لأقدم لكم الوصفة. هلأ بنبدأ بتحضير العجينة. أول شيء مثل ما كنتم شايفين على الطاولة، أنا في عندي 250 جرام طحينة 00، يفضل أنه يكون طحين قوي. الطحين اللي بتستعملوه للخبز بيكون أفضل بكتير من الطحين اللي بيستعمل للحلويات. حطهم بوعاء 250 جرام، راح أكسر بيضتين، في عندي 30 جرام مي، يعني 30 جرام مي بيطلعوا تقريبا معلقة، 3 معالق ونص. عندي كمان 25 جرام زيت، أنا بهذه الوصفة بفضل الزيت النباتي، أي زيت نباتي موجود عندكم بيشتغل. 25 جرام بيطلعوا تقريبا معلقة، معلقتين، 3 معالق زيت، وراح أحط رشة ملح خفيفة تقريبا ربع معلقة صغيرة. هلا بشوكي بنبلش أول شيء من النص، نخلط كل المواد مع بعضها بهذه الطريقة. مثل ما كنتم شايفين بعد ما انخلطت كل المواد مع بعضها، هلا بنشيله ونحطه على الطاولة. مثل ما كنتم شايفين العجينة كتير لزجة، بتحطوا شوية طحين إذا كانت العجينة كتير لزجة، بتستعملوا مجحاف حتى تقدروا تلموها للعجينة، وبتحاولوا تعجنوها دقيقة ونص دقيقتين بتصير معنا بهالشكل. مثل ما شفتوا لازم نحصل على عجينة تكون كتير طرية. هلا منجيب وعاء بنحط فيه شوية زيت، دائما زيت نباتي، بنحط العجينة بقلبه وبندهنها شوي بشوية زيت الوجه منشان ما ينشف، بنغطيها بورق. هلا بنخليه 10 دقائق على درجة حرارة الغرفة وبنحط 10 دقائق بالبراد. هلا بنبدا بحشوه الشترودل، اذا كان عندكم موجود الخبز المطحون او فيكم تطحنوا كعك. راح احط شويه زبده بقلب تقلي، هلا انا في عندي تقلي على النار، راح احط فيها شويه زبده تقريبا معلقتين. من دبه الزبده راح احط الخبز المطحون تقريبا 7 8 معالق. هلا بدنا نحمصه على النار، بنضل عم نتحرك فيهم بشكل مستمر. مثل ما كنتم شايفين بلش يتغير اللون، بدنا نحمصهم تحميص. مثل ما شفتوا بلش ياخذ لون، هذا اللون اللي بدنا اياه. مثل ما كنتم شايفين بدنا نحمصه لنوصل لهذه النتيجة، مو أكثر من هيك. أنا هلا طفيت الغاز، بنصحكم تشيلوه مباشرة من التقلي أو من الطنجرة اللي حمصتوها فيهم منشان ما ينحرق أكثر من هيك. هلا بنحطهم بوعاء تاني لحتى يبردوا. مثل ما شفتوا هذه النتيجه اللي حصلنا عليها، هذا اللون بالبدايه وهذا اللون بعد ما حمصناه، ما لازم يكون محمص اكثر من هيك. نبدا بوصفتنا. مثل ما كنتم شايفين انا في عندي تفاح، هذا نوع التفاح المفضل لكل انواع الكيكات اللي بتسوى بالتفاح، هاني اسمه رينيتا، ما بعرف اذا بيكون موجود عندكم، لانه بيضل ناشف بالطهي ما بيطلع منه سوائل. هلا على كل حال بيشتغل اي نوع تفاح، حتى بيشتغل نوع الجولدن بيشتغل هذا النوع. تقريبا بدي اشر كيلو تفاح، يعني معدل 3 4 تفاحات.
راح أشرهم وأقطعهم على شكل مكعبات صغيرة. مثل ما كنتم شايفين بهالحجم. بعد ما قطعت التفاح هذه الكمية اللي طلعت معي، هلا راح استعمل تقريبا معلقتين زبيب. راح احط عليهم مثل ما انكم شايفين تقريبا معلقه ونص ماء زهر. بالوصفه الاصليه بيستعمل نوع من انواع الكحول حتى نتشش شوي الزبيب، انا بفضل استعمال الماء الزهر، موجود بكل البلاد العربيه وانا بفضله، بيعطي نكهه اطيب للزبيب. هلا بجيب ليمونه وبنبرشها على التفاحات. بعد ما برشنا الليمونه بنحط الزبيب، بنحط معلقتين صنوبر، انا حمصتهم بالفرن على حراره 150 درجه لمده 7-8 دقائق. راح احط معلقتين سكر، راح احط نص معلقه قرفه، وراح احط معلقتين من الخبز المحمص. هلا منخلطهم كلياتهم مع بعضهم. في ريحة بتجنن هون. الخبز المحمص بهيدي الوصفة بيلعب دور كبير. منحطه شوي بالحشوة وشوي هلا بدنا نحطه على وجه العجينة، لأنه بيمتص كل السوائل اللي بتطلع من التفاح، هيك الحشوة بتضل ناشفة معنا، وبالأخص العجينة بتضل مقرمشة ما بتتشش من مية التفاح. هلا هيك بهالطريقة صارت عندنا الحشوة جاهزة. هلا رح نشتغل بالعجينة. تقريبا مرقت نص ساعة، هلا العجينة صارت عندنا جاهزة، خليتها تقريبا ربع ساعة على درجة حرارة الغرفة وربع ساعة بالبراد. هلا بدنا نمدها كثير رقيقة، أو بتستعملوا ورق الفرن، ورقة تكون كبيرة، أو إذا بدكم بالوصفة الأصلية بيستعملوا قطعة قماش. رح أحط قطعة القماش على الطاولة. بتجيبوا شوية طحين، هلا بدنا نحط طحين ونكتر. مثل ما انكم شايفين لازم تكتروا طحين حتى نقدر نمد العجينة ونحصل على السماكة الرقيقة اللي بدنا اياها. هلا بنحط طحين على الشوبك. هيدي العجينة هلا منطلعها. هلا منبلش نمد فيها. منحط كمان شوي طحين على وجهها، منمد شوي بالطول وشوي بالعرض. تحط شوي طحين مثل ما قلت لكم، شوي بالطول وشوي بالعرض. مثل ما انكم شايفين هيدي النتيجة اللي لازم نحصل عليها. تقريبا بتطلع معنا كأياس 35 ب50 سنت. أهم شيء لازم نوصل لهيدي السماكة بالعجين. أنا دوبت شوية زبدة، هلأ بفرشاي ندهن وجه العجينة بالزبدة. منخلي تقريبا 5 سنت بدون ما ندهنهم، ما في داعي ندهن الاحراف. هلا هذا الخبز المحمص اللي جهزناه بدنا نحطه على الوجه. مثل ما قلت لكم بيلعب دور كبير الخبز المحمص، لانه بيمتص كل السوائل اللي بتطلع من التفاح. بتعرفوا الفواكه فيها نسبه عاليه من المي. مثل ما انكم شايفين خليت بس الاطراف بدون ما احط عليهم، هيدي النتيجة اللي لازم نحصل عليها. هلا الشيء اللي بدنا نسويه، هيدي الحشوة عندنا جاهزة، راح نحطها على الوجه. بنوزع الحشوة بهالطريقة. لازم نحصل على هيدا الشكل. هلا نشتغل بهذه الطريقة الحرف، بنحطه من
بنقلبه على قلب الشترودل على قلب الكيكه وبنقلبه كمان بهذا الشكل. بعد ما وصلنا لهذه النتيجة مثل ما شفتوا الطريقة كانت سهلة. لهلأ شترودل كلمة ألمانية معناتها مبرومة، هلأ بدنا نبرمه بهالطريقة مثل ما كنتم شايفين، نبرمه بهالطريقة على بعضه. هذه النتيجة اللي لازم نحصل عليها. بدنا نشيله ونحطه على صينية عليها ورقة. منشان هيك اسمه شترودل، معناته شترودل مبرومة، معناتها كيكة مبرومة. لا بدنا نقطع العجينة بهالطريقة. إذا لسببين، أول شيء العجينة ما بتنتفخ معنا، ثاني شيء البخار التفاح بيطلع من العجينة. أنا أفضل عندي شوية زبدة دايبة بدهن وجهه بزبدة. بعد ما دهنت وجهه بالزبدة أنا عندي شوية سكر قصب، سكر أسمر، ما موجود عندكم سكر الأسمر فيكم تستعملوا السكر العادي بيشتغل. بنحط على وجهه شوية سكر. مثل ما شفتوا هيك بكفي، هلا بنشوي بالفرن على حرارة 180 درجة لمدة 35-40 دقيقة. هيدي النتيجة بعد 40 دقيقة شوي على حرارة 180 درجة، شوفوا هالمنظر. خليه يبرد شي ساعة وبقطعه وفرجيكم كيف النتيجة. هلا صار وقت الدواء. راح اقطعه فرجيكم كيف النتيجة. شوفوا على المنظر. مثل ما انتم شايفين العجينة كثير كثير مقرمشة. هذا حلو بالتفاح كثير فظيع. كثير لذيذ. هلا رح ذوقه. التفاح بطعمة القرفة مع زبيب والصنوبر، يعني طعمات نكهات غير شكل مع العجينة عم تقرمش شغلة كبيرة. الشترودل ابونيشيمو. مثل ما شفتوا الوصفة كثير سهلة، لازم تجربوها على الأكيد لأنها كثير كثير طيبة. رح أقطع قطعة ثانية، رح فرجيكم كيف بقدمه أنا بمطعمي. شوفوا على المنظر. بقدمه بهالطريقة. عندي هيدي طعمة الآيس كريم على فانيليا مثل ما انكم شايفين، باخذ معلقه بهالشكل. وبحطها على وجه الشترودل مع رشه قرفه على الصحن وعلى وجه الايس كريم، وبقدمه مع معلقه وشوكه بهالطريقه. هيك مع الايس كريم شغله كبيره. على اكيد رح اقدم لكم كثير وصفات للايس كريم بالمستقبل. الوصفه اليوم كانت بس شترودل، حبيت فرجيكم كيف بيتقدم بايطاليا. انا بقدمه بهيدي الطريقه بمطعم كحلو بعد الاكل او كديسيرت. اذا عجبتكم الوصفه اشتركوا بقناتي وتابعوني. حضن كبير للكل.